قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في القناة الخليجية، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وهذه بعض الأسئلة أستعين بالله للإجابة عليها إلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. السؤال الأول، يسأل صاحبه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، هو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وكانت له بطانتان، بطانة تأمره بالسوء وتحض عليه، وبطانة تأمره بالخير وتحض عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. يسأل سائل: هل يجوز أن يولى نصراني منصب نائب الرئيس؟ أقول: هذا لا يجوز، وحرام أن يتولى نائب منصب الرئيس رجل نصراني أو رجل يهودي أو رجل كافر، ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم ولا في إغوائكم، ودوا ما عنتم أي أحبوا ورغبوا في نزول العنة بكم. وقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم الآية. فلا يجوز وحرام أن يتخذ نائب لرئيس الدولة نصراني. هل يجوز أن تتخذ امرأة كنائبة لرئيس الدولة؟ أقول أيضا: هذا لا يجوز، وذلك لأن هذا منصب ولاية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائل يسأل عن مسألة الهدم في الطلاق: رجل طلق امرأته مرتين وبعد ذلك تزوجت ودخل بها الزوج الجديد، ثم طلقها، ثم انقضت عدتها وتقدم الزوج القديم لخطبتها فخطبها وتزوجها، هل له ثلاث تطليقات أم له تطليقة واحدة؟ أقول: وبالله التوفيق، زواجها من رجل آخر ودخول الآخر بها هدم التطليقتين اللتين تمتا من قبل، فعلى ذلك للزوج الأول
عليها 3 تطليقات، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم في الطلاق، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل هذا الحديث ثابت؟ نعم، هذا الحديث ثابت وصحيح، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. سائل يسأل يقول: هل يلزم أن تكون النصيحة نصيحة ولاة الأمور في كل مرة سرا، أم يجوز أن ينصحوا جهرا؟ أقول: وبالله التوفيق، هذا له فقه، فأحيانا تستحب نصيحة السر، وأحيانا تستحب نصيحة الجهر بحسب المقامات التي تستدعيها، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم؟ أقول: وبالله التوفيق، هذا الحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ضعيف جدا، وبعض طرقه محكوم عليها بالوضع والكذب، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم قول القائل: إن السيادة للشعب، أو إن التشريعات تستمد من الشعب، ما حكم ذلك؟ هذا قول منكر وباطل، إنما نحن كمسلمين نستمد تشريعاتنا من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. التشريعات لا تستمد من الشعوب ولا تستمد من الأفراد، إنما هي من الله سبحانه. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فالأقوال الخاطئة التي مؤداها أن الشعب مصدر السلطات، أو أن الشعب مصدر التشريعات، أقوال باطلة محرمة، إنما كما قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أيضا سائل يسأل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هل هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل: كلا، بل هو حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والآية الكريمة في معناه وتؤدي معناه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، والله أعلم. سائل يسأل عن صفة الصلاة الإبراهيمية: هل فيها الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم؟ يقول السائل: أنني قرأت في البخاري الاقتصار على آل إبراهيم، فأقول: وبالله تعالى التوفيق، إن الروايات الأكثر جاءت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس فيها ذكر إبراهيم إلا أنه وردت رواية فيها ذكر الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم وهي في البخاري، لكن أكثر الروايات على الاقتصار على آل إبراهيم، والله أعلم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك يا شيخنا، أنا بشتغل في شغل وكده، وبخرج من الشغل ده تقريبا حوالي الساعة 1 بالليل، وعلى ما بوصل ساكن بتبقى تقريبا الساعة 1:30، فأنا بنام وبصحى من النوم تقريبا يعني قبل الظهر حوالي ربع ساعة نص ساعة، فبيفوتني صلاة الفجر والظهر تقريبا. فأنا يعني مش يعني حكم الدين في كده يا شيخ، وأنا أعمل إيه بالظبط؟ شكرا يا شيخ. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. عليك أن ترتب نفسك على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأمامك وقت طويل من الفجر إلى الظهر، نم فيه كما شئت. أما أن تكون حياتك على هذا المنوال أنك دوما تصلي الفجر قبيل الظهر، فهذا لا يجوز لك، وعليك أن توطن نفسك وأن ترتب عملك على أن تقوم لصلاة الفجر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، أنا أرملة بقالي حوالي 5 سنين. نعم. أرملة. نعم. أرملة أرملة. تفضلي تفضلي. فتزوجت زميل لي عنده حوالي 60 سنة، جواز عرفي يعني، وفي عقد بيني وبينه عرفي مش موثق يعني. أيوة. فانا لي اولاد صبيان وبنت، فانا قلت للبنت وما قدرش اقدر اقول للصبيان طبعا الاحراجي وكده، فمش عارف اذا كان ده حلال او حرام يعني. البيت كله يعرف، البيت اللي انا قاعده فيه اللي انا بروحته فيه يعرف كله. من زوجك؟ من زوجك؟ ايه، من الذي زوجك له؟ انت زوجتي نفسك؟ انا زوجت نفسي. هذا لا يجوز. ما بيقولوا ان انا عشان السن بقى الست سايب مش عارف. لا 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 لا، راي ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نكاح إلا بولي، وهذا نص عام يشمل البكر والثيب على السواء. ويقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وهذا نص عام أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى. وإياكم. الله يخليك. عايز اسال حضرتك بس دلوقتي، انا والدي في احدى الطرق الصوفيه، وانا مش عارف اعمل معاه ايه يعني. انا حاولت اسيب له كتب احطها له كده من غير ما ياخد باله، وحاولت انصحه، لكن انا مش عارف. هو برضه مستمر في نفس الاتجاه، بس انا هو مقلد يعني انا سالت ناس فيها قالوا لي ان هو مقلد، مش يعني مش من الناس اللي هم الثقيله في الصوفيه يعني. هو بيقلد بس الناس وكده، بيروح مساجد فيها قبور وبيروح موالد وكده. فانا عايز نصيحه من حضرتك، اتعامل مع والدي ازاي يعني؟ انصحه ازاي؟ والدك بيقول مدد يا بدوي؟ لا، هو انا كلمته قبل كده في الموضوع ده، قلت له المدد ما منطلبش انا من ربنا وكده. قال لي ماشي، قال لي انا عارف المدد ما منطلبش انا ربنا، لكن هو بيروح مساجد قبور. ايوه، يعني والدك على بدعه. ادعو الله له بالهدايه اولا، اسأل الله الهداية له أولا، ثم اجتهد معه بالحسنى، وصاحبه في الدنيا بالمعروف. بارك الله فيك. يقول: أمه باعت أرضا لزواج أخيه، والآن هو يريد الزواج ولا يجد إعانة من أمه كما وجد أخوه الإعانة من أمه. هل على الأم ذنب؟ هذا إذا كانت الأم تستطيع أن تعدل، فلم تعدل أراها تأثم، والله أعلم. أما إذا عجزت عن العدل أو كانت أحوالها أثناء زواج ابنها الأول ميسرة وتعثرت الآن، فلا إثم عليها، والله أعلم. سائل يسأل عن حكم قول القائل إن السلطة التشريعية للشعب، أو أن الشرعية تستمد من الشعب. قلت قبل:
إن هذا حرام وضرب من ضروب الضلال والعياذ بالله. فالشعب في الإسلام ليس هو مصدر السلطات، ليس الشعب مصدر السلطات. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يضروا الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة فضيلة الشيخ مع إذن حضرتك. اتفضل. السؤال الأول، في الفترة الأخيرة صدرت تصريحات كتير تدل على اعتزام الرئيس الدكتور محمد مرسي على تعيين نائب له نصراني، فعايزين حضرتك توضح لنا حكم الشرع في النقطة دي. السؤال الثاني، لو شخص مسلم هيتزوج من امرأة نصرانية، مين يكون وليها؟ هل يجوز ان ابوها وهو نصراني يكون وليها ام واحد من المسلمين؟ ثالث سؤال، كنت سمعت من اخ من الاخوة ان لحضرتك تحذير من كتاب مدارج السالكين للامام ابن القيم، فعايز اتاكد من حضرتك هل صح هذا الخبر يعني لحضرتك، ولو صح فايه هو وجه التحذير؟ واسالك الدعاء لي بالزوجة الصالحة. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اما ما يتناقل من ان الرئيس محمد ابن مرسي حفظه الله يريد ويعتزم أن يولي نائبا نصرانيا له ضمن عدد من النواب، فلو ثبت هذا، فهذا حرام وإثم كبير، وتلك سابقة لم تحدث منذ الفتح الإسلامي لمصر. ولا نرجو أبدا للأخ الدكتور الرئيس محمد ابن مرسي أن يتحمل اسم ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن يسن هذه السنة السيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولا يجوز أبداً أن يولي علينا نائبا نصرانيا يتحكم في رقابنا. وقد قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وقال الله الخليل إبراهيم: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة بكم وحلول المشقة بكم. وأيضا قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق الآيات. فلا يجوز ولا يحل لأي شخص أن يعين نائبا لرئيس الدولة نائبا نصرانيا، هذا حرام. ومن هذا المقام أوجه نصيحتي للأخ الدكتور الرئيس محمد ابن مرسي، وفقه الله لكل خير، أن يتقي الله سبحانه وأن لا يفعل ذلك الذي اشتهر وانتشر. وإن كان وعدهم بوعد، أعني إن كان وعد النصارى بوعد، فيمكنه أن يتخذه مستشارا في الأمور التي تخص النصارى، أما نائبا لرئيس الدولة فذلك صنيع لم يعهد من قبله، وكما أسلفت منذ الفتح الإسلامي لمصر إلى الآن ولم يفعله حتى السابقون، لم يفعله جمال بن عبد الناصر، ولم يفعله أنور السادات، ولم يفعله حسني مبارك. فلا يليق أبدا بالدكتور محمد ابن مرسي رئيس الدولة، وهو رجل يحمل كتاب الله ويعلم مدلولات الكتاب العزيز
أن يتخذ نائبا نصرانيا يتحكم في البلاد وفي رقاب العباد. هذا نذير، وأسأل الله أن يعيذه من ذلك، أسأل الله أن يعيذه من ذلك. هذا وكذلك تعيينه لامرأة كنائبة لرئيس الجمهورية. فأقول وبالله التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ولم يعد في تاريخ القرون المفضلة الثلاث ولا في تاريخ المسلمين أن امرأة تعينت أميرة أو رئيسة لدولة مسلمة في بلاد الإسلام في بلاد العرب. فجدير بالدكتور محمد ابن مرسي أن يتتبع السنن الحسنة ويسن السنن الحسنة، لا أن يسن سننا سيئة فيشمت بنا الأعداء والحاسدين. فأذكره بالله ثم أذكره بالله ثم أذكره بالله أن يتقي الله في البلاد وأن يؤدي الأمانة كما حملها، فإن الناس لم يقبلوا على ترشيحه إلا ديانة وحبا في دينهم، فلا يخذلهم في دينهم، الله يسئله عما استرعاه. بارك الله فيكم. فاحذروا يا أهل الإسلام أن يتولى عليكم نائب نصراني، احذروا من ذلك أشد الحذر، احذروا على دينكم واحذروا على أنفسكم من أن يتولى عليكم شخص كنائب لرئيس الدولة نصراني. هذا وبالله التوفيق. أما إذا تزوج مسلم نصرانية فمن وليها؟ تولي مسلما عنها أو يزوجها القاضي أو المأذون. أما الحديث عن كتاب مدارج السالكين للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله، فابتداء أقر للعلامة ابن القيم بالعلم، إلا أن هذا الكتاب لا أنصح أبدا بقراءته، لا أنصح بقراءته لامتلائه بالأغلطات، لامتلائه بالتصوفات، لامتلائه بالمقالات التي لم يسبق إليها العالم ابن القيم. وشارح الكتاب أيضا، شارح مدارج السالك وصاحب أصل الكتاب أيضا، فأنصح بالابتعاد عنه لامتلائه بتقسيمات واصطلاحات لا توجد في عهد السلف الصالح من الصحابة والتابعين، والاسترسال في التصوفات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا شيخ. نعم. رمضان من الجيزة معلش. تفضل. أنا حضرتك شغال في محل كشري. محل ماذا؟ وصاحب المحل عايز يأمن عليا، فأنا عايز أعرف التأمين ده حرام أو حلال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، إذا كان بالإمكان أن تمتنع عن التأمين امتنعت، وإلا فلا إثم عليك لو أمن عليك صاحب العمل. بارك الله فيك. يقول السائل: هل يجوز الوتر بركعة واحدة؟ نعم يجوز الوتر بركعة واحدة، يجوز الوتر بركعة واحدة، وبالله تعالى التوفيق. يسأل السائل عن استعمال الاصطلاحات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد حضرتك عندي ثلاث أسئلة. نعم. عندي ثلاث أسئلة سريعا. الصوت غير واضح. عندي ثلاثة أسئلة سريعا. طيب ارفع صوتك لو تفضلت. ماشي. السؤال الأول دلوقتي، لو دلوقتي حلفت ان انا هعمل نذر لو نجحت مثلا، وانا مش معايا ان انا اعمل نذر، فده ايه الحل دلوقتي؟ ماذا قلت؟ دلوقتي انا مثلا حلفت قلت لو هعمل كذا لو نجحت السنة دي هدبح كذا، ودلوقتي انا معيش هدبح، فايه الحل؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني
دلوقتي ان شاء الله يعني ابنة خالتي ستتزوج يوم الخميس، فانا كنت عايز اعرف وهتعمل فرح في قاعة والكلام ده، حضرتك زي ما حضرتك فاهم الاغاني والكلام ده، فهل يجوز ان انا اروح حتى اسلم وامشي على طول ولا ما ينفعش خالص؟ السؤال الثالث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فيقول الأخ أنه نذر لإن نجحت هذا العام لأفعلن كذا وكذا على سبيل النذر، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ما نذر، ماذا يصنع؟ يقول يكون في الذمة، وإن عجزت تماما فكفارة النذر كفارة يمين. أما عن ابنة خالتك التي تتزوج في مكان فيه اختلاط فابتعد عن الاختلاط، ابتعد عن الاختلاط، ولا تذهب أنت رجل وقور إلى أماكن الاختلاط التي تحوي المحرمات، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أحبك يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. أرجو يا شيخ مصطفى إن أنا آخذ رقم تليفونك، لأن ما ينفعش ترسل في السؤال على الحياة كده يا شيخ. خذه، لا خذه، بارك الله فيك، خذه لا مانع، بارك الله فيك. من الإخوة في الغرفة، وياكم. السلام عليكم. الحمد لله. الأخ يسأل عن حكم التعامل مع الشيعة إذا كنت ستتعامل معهم بيعا وشراء فيما لا يعود بالضرر على المسلمين ولا على الدين، فلا بأس بذلك. أما إن كان هناك أمور تجلب على المسلمين شرورا وتدخل أهل التشيع بفكرهم وضلالهم إلى بلاد المسلمين فهذا فساد، والله لا يحب الفساد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، هل الخشاف فيه مشكلة شرعا، يجوز ولا لأ؟ نعم. هل لو أنا نقعت غليته مش نقعته فيه مشكلة ولا لأ؟ ما سمعتش. ما في مشكلة؟ لم أسمع. الخشاف هل فيه مشكلة شرعا ولا لأ؟ الخشاف؟ آه. يعني الخشاف عندك عبارة عن إيه؟ عملتيه عبارة عن إيه؟ يعني تمر وزبيب وقراشية ومشمشية، لو نقعتهم هل فيهم مشكلة ولا لا؟ ولو غليتهم هل فيهم مشكلة ولا لا؟ الحمد لله والصلاة. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. تسأل الأخت عن الخشاف، يعني المشروب الذي فيه تمر مع تين مع زبيب مع غير ذلك. الإشكالية في خلط التمر مع الزبيب، قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خلط التمر مع الزبيب، لكن هل هذا نسخ أم لم ينسخ؟ فبعض العلماء قالوا قد نسخ، إنما كان خلط التمر مع الزبيب يسرع بالمشروب إلى أن إلى التخمر فيصبح خمرا، فبعد أن يصبح خمرا قد يشربه الشخص ولا يدري أنه يسكر، فمنعنا من ذلك. ثم لما استقر الأمر، فبعض العلماء يقولون ما دام استقر الأمر ونعرف أن المشروب لن يسكر فلا بأس بذلك. فاحتياطا إذا أبعدت إما التمر وإما الزبيب، يعني لا تخلطي التمر مع الزبيب مع سائر الأشياء، إن خلطتيهم أنا لا أرى التحريم، بل أراه جائزا ما دام لا يسكر، أراه جائزا ما دام لا يسكر. لكن كخروج من الخلاف، ابعدي عن المواد التي في الخشاف، ابعدي إما التمر وإما الزبيب، تخرجي من كل الاختلافات. يعني إذا نقعتي تمرا موزا تينا مشمش قمر الدين أي شيء لا إشكال، لكن لا تحاولي أن تجمع بين التمر مع الزبيب. وإن كنت أرى ذلك جائزا أيضا، لكن أنصحك بالبعد عن الاختلاف فقط، وإلا
فالحكم كما سمعتي، إذا لم يكن يسكر فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى، حضرتك كان في سؤال ثالث بس التليفون فصل، هقول لحضرتك على طول يعني سريعا. نعم. دلوقتي حضرتك في بعض الأحيان ببقى عايز أوصل لحكم معين وببقى صعب إن أوصل للشيخ، ففي كتاب حضرتك اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد اللي مبني القرآن. لا عفوا، وضح الصوت لو سمحت. طيب حضرتك، في بعض الأحيان ببقى عايز أوصل لحكم معين فببقى صعب ان اوصل لشيخ، في كتاب اسمه زاد المعاد في هدى خير العباد للامام ابن القيم تحقيق الارناؤوطي، هل يجوز ان انا اخذ منه ولا ايه؟ يسال عن كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم بتحقيق الشيخ شعيب الارناؤوط وفقه الله. الكتاب في الجمله طيب ونافع، الكتاب في الجمله طيب ونافع، فلا مانع من الاستفادة منه، فهو كتاب نافع ومفيد. سائلة تسأل عن أمها التي طلبت منها أن تفارق زوجها لمشاكل بين الزوج وبين أم زوجته، هل تطيع البنت أمها أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، لا تطيع البنت أمها في ذلك، لأنها تدمر البيت، والنبي قال إنما الطاعة في المعروف، والله أعلم. تقول السائلة، أذهب إلى بيت عمي وأولاد عمي في سني في العشرينات، هل لي أن أسلم عليهم أصافحهم وأكلمهم وأطمئن عليهم أم لا؟ أقول بالله التوفيق، لا يجوز لك ذلك، لأنهم رجال أجانب عنك، رجال أجانب عنك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخي وعزيزي الشيخ مصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. ربنا يبارك فيكم يا رب، علماء مصر كلهم. وإياكم. أخي شيخ الفاضل، لي سؤال، ما حكم وجود التلفاز أو جهاز التلفزيون في المنزل بحكم ظهور رجال عليها حتى ولو كانت في البرامج الدينية، فما حكم ذلك؟ ولكم جزيل الشكر. إذا كنت تأمن على أهلك وتأمن على بناتك ألا يستعمل إلا في الخير جاز تواجده في البيت، إذا كنت تأمن على أهلك ألا يستعملوه إلا في الخير جاز تواجده في البيت، أما إذا كنت تخشى شرا من وراء ذلك فلا يجوز تواجده في البيت إذا كان يخشى منه الشر والفساد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ وسدد خطاكم. وإياكم. عندي سؤال يا شيخ بخصوص أن رجل كان يعمل ضابط في القوات المسلحة المصرية، وهو لما كان طالب ودخل الكليه ما كانش يعرف ان موضوع وجوب اللحيه، فهو كان عايز يستفسر من حضرتك ماذا يفعل في الظروف اللي احنا فيها والفتن اللي احنا موجودين فيها هذه الايام. هذا مضطر وقد، نعم، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، والله أعلم. يسأل سائل عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا عن صحته، أقول بالله تعالى التوفيق، هذا حديث منكر لا يثبت ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ نعم. شيخ ممكن حضرتك تدعي لي وتدعي لمامتي ما تحج وتدعي لاخواتي؟ الله يوفقنا وتدعي ربنا يرحمه. الله يوفقنا وياكم جميعا يا رب. ويسر لنا ولكم سبل الخير يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله. ندعوك لزيارة إلى صهاج. الله المستعان، تفضل. إن شاء الله. عندنا في بلدنا خميم المقابر المسلمين فيها آثار. فالحكومة عاوزة تشيل المقابر عشان تبحث عن الآثار. فما حكم ذلك؟ إذا كانت العظام لن تمتهن يعني من الممكن أن تستخرج العظام برفق وبعد ذلك تستخرج الآثار، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى مسجده على قبور للمشركين قد نبشت وعلى نخيل قد قطع وخرب قد سويت، فيجوز إذن نبش القبور واستخراج العظام برفق وبعد ذلك إذا أرادوا الحفر لضرورة جاز الحفر، والله أعلم. يسأل سائل عن قول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ هل هذا ثابت؟ نعم، له طرق وإن كان في أسانيدها مقال إلا أنها تصح بمجموعها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول قائل: إنه وجد سبحة في الطريق، سبحة في الطريق، فماذا يصنع بها؟ السبحة تعد من يسير اللقطة، فلك أن تستمتع بها ما لم تكن من مادة غالية الثمن كالذهب ونحوه. أما إذا لم تكن كذلك جاز لك أن تستمتع بها وأن تسبح بها، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت في سؤال كنت عايز أسأل عليه منك. خفض التلفزيون لو سمحت. تفضل. إذا سمحت يا مولانا، هو ضرب الميت للحي. نعم. بقول لك ضرب الميت للحي، يعني أنا والدي متوفي من 5 شهور. وجاني امبارح في المنام فضربني بالألم، وبعد كده رجع خلفني تاني. لا يلزم أن تكون هذه الرؤية من الله. لا يلزم أن تكون الرؤية من الله، بل قد تكون وفي كثير من الأحيان من الشيطان. ولكن انظر، هل أنت ظلمت أحدا؟ هل أنت أسأت إلى والدك فقط؟ أما هل يلزم أن تكون من الله؟ لا يلزم أن تكون من الله، إنما قد تكون تخويفا من الشيطان، والله أعلم. يسأل سائل عن خروجه لصلاة الفجر وترك زوجته بمفردها ودعوى الزوجة أنها تخاف، هل يمكث معها في البيت؟ نعم. هل يذهب ويتركها في البيت أم يبقى معها؟ بل يذهب يصلي ويرجع إليها إذا كانت تخاف من طول الانفراد، والله أعلم، لكن لا يتخلف عن الجماعة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، اللهم آمين. هذا وبين يدي الختام
أوجه النصيحة لنصارى مصر أن يؤمنوا بالله العظيم وأن يتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال من دعواهم أن المسيح ابن الله فستكتب شهادتهم ويسألون، كما أوجه النصيحة للصوفية في مصر بأن يقلعوا عن شركهم بقولهم مدد يا فلان ومدد يا فلان، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. هذا ووجه النصيحة للرئيس المصري الجديد الدكتور محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، بأن يتقي الله في شعبه وأن يقود الشعب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بأهواء الشعوب ولا بأهواء الجماعات ولا بأهواء الأفراد، فإن رب العزة قال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وقال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأنصحه بألا يولي أبدا نائبا نصرانيا للرئاسة، فإن هذا الإثم سيتحمله بين يدي الله سبحانه وتعالى وسيكون دمارا لكل الإنجازات التي عساها أن تكون قد تحققت. فجدير به أن يتقي الله في شعبه وفي أمته ولا يعدل عن الأمانة التي حملها. نسأل الله التوفيق والثبات والسداد، آمين آمين آمين. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بذكر الله سبحانه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.